السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله خرجتكم معايا كما راكم تلاحظوا الدور شوية تروح معايا للبحر. كم قلقت شوية وديما دار وديما خدمة، حبيت نخرج شوية من هذاك الجو، فحبيت نوريكم ونشارككم بعض المناظر الرائعة من شواطئ ولايتي. وهذا الشاطئ اللي رحنا ليه هو شاطئ قرباز بوست 5، يعني رقم 5. فبديت لكم بهذا اللقطة في الفيديو باش نحمسكم. تحضيراتي كانت بسيطة لأنه أنا بالأصل ما نروحش الصباح للبحر، أنا لأنه عندي لاميغرين تحكمني من الشمس، فما نروحش الصباح لأنه هذيك هي الشمس اللي تقضي عليا. إذا واش درت؟ دابور وجدت الحوايج اللي راح نديهم، اللي هما لي سيرفيات. هنا جبت سيرفيات كبيره، وعندي هذه قفه صغيرونه شريتها بفاميل، عمليه جدا يعني، خصوصا انه مش راح عندي حوايج بزاف. الحويجات اللي راح نديهم راح تكفيهم، يعني هاد القفه لارجمون تلمهم لي كامل. وبما انه انا يوم ديسيديت بلي مش رايحه نسبح مش رايحه نعوم، فكما قلت لكم ما عنديش قش بزاف اللي نديه. بالنسبه للخبز حطيته في ساشي وحطيته في القفه اللي سبق وريتها لكم، مع يعني حطيته فقط مع القش وقفلت عليه مليح باش ما يديرش الفتفوت. اما هنايا في هذه كما قلت لكم هذه لابوشيت هي سبيسيال يعني تاع البحر، باش ما تقراصليش البطاطا راح نحطها فيها. حطيت شويه تاع جبن كما سبق وقلت لكم، وحطيت الفراشات اللي ناكلو بها. كما راكم تلاحظوا بعد ما طاب الفريت الان راح يعني نخليه يبرد، والساع راح نغطيه بلا ما نساوي لي السيرفيات. وانا عندي هاد لاصوص لازم يعني ناكل بها مع المقليات، وانا حطيت ساشي باش نطيشو فيه يعني مش كاين نسخ ولا اي حاجه، باش نحافظوا على نظافه الشواطئ نتاعنا. وهنا حطيت زوج فناجل لانه راح ندي معايا القهوه، عندي ترموس صغير درك ندير بريس قهوه ونحطو فيه ودرك تشوفوه. اما هنا الجهه العلويه راني نستنى الزوج نتاعي يجيب الفروي، ونحط الفروي تاعي هنايا في هاد الجهه العلويه. اذا الترموس ها هو، نستنى برك القهوه تطيب و ندير السكر في بورت مانجي. طبعا ما ننساوش المغرف الصغار اللي باش نحركو. اذا ها هي القهوه بعد ما حطيتها، ونغلق جيدا الترموس. السكر نحطه هنا لداخل الترموس، ما يقدش اصلا لازم تبقى شويه سخونه القهوه. راح نحطه في ساشي وحده، وهكذا كما قلت لكم نستنى فقط الفروي نكمل نحطهم، وهكا تكون يعني العده نتاعنا واجده. هنا نسيت كاس و للاحتياط باراسيتامول.
وجدنا حوايجنا ورحنا نرجع للدوميتور لانه الزوج نتاعي ما جابش المفاتيح نتاع الطوموبيل. بالنسبه لكرون توتال اللي البنات سقسوني عليه، صراحه ان انا ما عنديش نوع محدد، ما على باليش الا ديفو في البشره تاعي او في الكرون توتال اللي نستعمله. المهم اللي نستعمله يخلي لي البشره تاعي مزيته، يعني استعملت الغالي، استعملت الطايح في السومه، استعملتهم كامل وكانت نفس النتيجه، البشره يعني خليها لي مزيته. واستعملت يعني اكرون توتال تنتي يعني باش نيفيتي لان نزيد نحط الفون دو تان فوقه، واستعملت كذلك انفيزيبل. قلت لكم نفس النتيجه في جميع الانواع، فلبها بها ما قدرتش نحدد ماركه معينه اللي توالم البشره تاعي. كاين واحد الماركه دوكا راني نستعمل فيها، عندنا الحراره راهي 39 سخانه بزاف بزاف. راني نشوف اذا خرجت عليا راح نقول لكم عليها. وهنا من سوء الحظ نتاعنا صرا هكا خلل في الطوموبيل فحبسنا. هنا راهو يفيريفي فيه الزوج نتاعي وانا وين نلقى اوكازيون باش نصور، نهز التليفون ونبدا نصور، لانه انا صراحه من عشاق الطبيعه، نحبها نحبها بزاف، نحب نخرج في الطبيعه، نحب نحوس، نحب ندور بغض النظر على البلاصه، يعني هنا في الخارج ما على باليش وين، المهم وين تكون طبيعه نحب نكون انا. وانا نشوف بلي بلادنا غنيه، يعني عندها مناطق رائعه، ونحكي انا تحديدا على سكيكتا لانه انا صراحه ما شفت بلايص اخرين، ولو كنت نروح لولايات اخرى ولكن ما كنتش نطول هكذا زيارات خفيفه فقط ونروح، معناها ما متعمقتش عفوا في الولايات وما شفتش واش عندهم واش ما عندهمش. ولكن نحكي على سكيكتا، سكيكتا بزاف غنيه ومنطقه سياحيه في منتهى الروعه. كاين طبعا وين يكرو ليش علي اكزامبل، انا اللي على بالي جان دارك، بصح والله ما على باليش حال يكرو لانه كما على بالكم كوم احنا ساكنين في سكيكدا، فواحدة كيما انا ما نكريش، يعني كنحب نروح للبحر ندير هكا نهار. وكما قلت لكم جينيرالمون هنا نروح ورا الغدا، ما نحبش نعقب لا جورني كامله في البحر. هنا رانا قربنا نوصلو، هذا شاطئ قرباس فيه شحال من بوست يفوتوا 10. هذا اللي رايحين ليه كما قلت لكم هو رقم 5. المميزه تاعو انه فيه لي فامي الكتر وتلقى يعني تلقاه منظم وتلقى الناس محترمه بعضنا، وفوق هذا كامل نظيف، يعني نظيف بزاف بزاف هذا البحر درك تشوفوا في اللقطات. كذلك المميزات نتاعو انه جاي في وسط، تحسوا وكانه جاي في وسط غابه، يعني ما كاش ما يجيش على الطريق، انا ما نحبش اللي يجي على الطريق وانا صراحه جايه تتفرج. في نفس الوقت متعب، يعني عنده مميزات وعنده عيوب، يعني الدال تمشي هكا مسافه في الرمل، وعلى بالكم المشيه في الرمل صعبه وخصوصا اذا كانت يعني الرمال سخونه. هذا فقط العيب الوحيد انه تمشي تمشي باش تلحق للشط وين كاين لي فامي. هنا رانا بدينا نشوفوا لي باراسول، كما راكم تشوفوا شوفوا اللون روعه روعه اصلا يا اخي، على بالكم راهو كالم كما نقولوا حنا كالم زيت، ويدي اللون تاعو من السماء. انا مؤخرا او بالاحرى هذا العام كنت رحت شحال من مره للبحر، ولكن ما كانتش عندي الرغبه يعني في السباحه، ومن بين الاسباب اللي ما خلتنيش نسبح لانه انا يا لو كان نروح مره واحده للبحر قلت لكم تحكم فيا الشمس عجب، ونروح تحلوشه عندي المناسبات وعندي الاعراس عندي بزاف صوايب ما حبيتش انا كحال، وحتى الرغبه يعني ما كاش هذيك اللي كيما مولفه بكري، ما عادتش عندي بزاف حاجه في السباحه. كما سبق وقلت لكم هو معمر بلي فامي، فيه كذلك قينا يعني خيمه تاع الناس مكومبياتهم، في نفس الوقت ساهرين على راحه الزوار اللي يجوا للبحر.
على بالك ما عرفتي روحي مع هذيك السخانه وعرفت تكون تكسني الشمس غير شويه يبدا راسي يوجع وتحكمني لا ميغرين، فغير بدا راسي يوجع شويه شربت باراسيتامول. هنا راه عدى العصر وشوفوا كيفاش البحر راهو يعني يتلألأ بأشعة الشمس. حبيت نشارككم هذه المناظر تزولاجي وشوية. هو على كل حال البنات لي بلاج نتاع سكيدا كامل ملاح، كاين غون بلاج، كاين لا كارير، ميرامار، جان دارك، شواطئ نتاع القل، وكذلك شواطئ قرباز، كاين المرسى، كاين يعني عدة شواطئ في قمة روعة كامل كما راهم وبدون استثناء. نتمنى كامل اللي حبوا سكيكدا ولي خصوصا اللي حبوها على جالي، باسكو بزاف اللي قالوا لي باللي من نهار عادوا يتبعوني متمنيين انهم يزوروا سكيكدا، وكأنه خداو نظرة على الولاية هذه بأنه نسها ناس طيبين وناس ملاح. فنتمنى كامل يعني تزوروها وتعجبكم ونقولكم مرحبا بكم كامل عندنا في ولايتنا، راح تلقاو احسن استقبال. هنا ضربت الستة ووقت مروح. يا ناس ربي يخليكم كامل، نطلب منكم نصيحة، حافظوا على نظافة الشواطئ وشدوا في يديكم ديما دو ساشي، يعني الحاجة اللي تعودوا راح ترموها ديروها في هذاك الساشي، يا اما تشوفوا بلاصة وين يرموا القمامة اكرمكم الله او دوها معاكم، لا داعي لرمي الاوساخ هنا وهناك، وهكا تحافظوا على نظافة الشواطئ نتاعكم وتمدوا نظرة مليحة على الولاية، يعني بغض النظر على الولاية، انا نهضر هنا بشكل عام ماشي غير على سكيكدا. بصراحة هادوك زوج سوايع ولا ثلاث سوايع اللي فوتهم في البحر خلاص كفوني لارجمون، خديت الجرعة نتاعي باش نجدد النشاط نتاعي وباش نحس بالحيوية، وكذلك تخلصت من كل الضغوطات نتاع الأيام السابقة. كان يوم رائع مع هذيك السخانة، ولا غير الواحد يقلق خصوصا كي يجي بهياماته غير يخدم، وكذلك الظروف والله غير الظروف ما سمحت لناش ان يعني نتنقلوها كديما. انا من نهار صراحة حليت هذه القناة حسيت روحي تربط، ولكن كذلك ما نكتبش عليكم متمسكة بالقناة ومتمسكة بيكم، ولا بيها نحب ديما نطل عليكم، ولكن كما نقولوا شوية وشوية، شوية للقناة شوية للدار شوية كل روحي نخرج نبدل جو وكل شيء. فعلى بيها الايامات هذه كما راكم تلاحظوا ما مانيش نحط لي فيديو يعني بصفة يومية، وحتى الصوايب والمناسبات هادو عرس هادو حفلات هادو هك هادو هك، راكم على بالكم الصيف كيفاش. اذا ان شاء الله تكونوا تصورا جيتيو معايا في هذا الفيديو، ان شاء الله المناظر تاع شواطئ ولايتي الحبيبه عجبوكم، برك اذا عجبوكم ديروا لي اعجاب في الفيديو وانتظروني في فيديو لاحق. مع السلامه.